الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم في الفيديو ده هو عن كيف تكون مهندس زراعي ناجح أو مزارع ناجح. المفروض المهم تتحلى بشوية صفات عشان تكون ناجح، مش هتتحلى بيهم وعايز تبقى ما انتش ناجح. انت حر في اللي انت تحدده لنفسك ولمستقبلك. أولا عشان تكون ناجح لازم تحب العمل اللي انت بتقوم بيه، حب المجال بتاعك، هتلاقي نفسك في حالة ابداع وليس في حالة القيام بوظيفة وانك تاخد مرتب او انك تاخد محصول اخر السنة. نمرة واحد، لازم تحب القصة دي، تمام؟ وبصراحة اي انسان يعني اي انسان طبيعي بيحب الزراعة، ما فيش حد اسمه محبش الزراعة يعني، تمام؟ في ناس بتكره الزراعة كمهنة، انت حر بقى في اللي انت، بس كل الناس بتحب الزراعة. واعلم ان الزراعة ده هي يعني الطبيب، يمكن بيتحط في مواقف في حوادث وعمليات ودم طول النهار وكلام من ده كلته، والناس بتموت قدامه، يعني انهيار اعصاب طول الاسبوع. في الويك اند بتاعه لازم يروح في حتة فيها جنينة كده وفيها شوية زرع ويحاول يعني ينفس عن نفسه بالزراعة. كذلك الطيار اللي بيلف في بلاد العالم طول السنة بيجي برضه يشوف حتة خضرة يريح فيها. ودايما سبحان الله لما الإنسان بيبقى معاه فلوس دايما يحب يتملك حتة أرض كده، ده في كل دول العالم يعني. فالزراعة بصراحة حاجة كويسة جدا، وحاجة أنا عن نفسي بحب الزراعة بصراحة، مش قصة إن هي أكل عيشي ولا كده، لا والله أنا بعشق حاجة اسمها زراعة، تمام؟ ان الانسان برضو يكون عنده عزيمة وعنده ارادة في ان هو يوصل ويبقى انسان يعني له قيمة في المجتمع. وقيمة المجتمع، قيمة الانسان في المجتمع بصراحة يعني مش ان هو يكون كويس في المجال بتاعه. وكان ليه مدير زمان يقول اذا كان يعني فيه نجاح حصل في المكان اللي احنا فيه، فحتى الراجل اللي بقدم لنا الشاي او الاوفيس بوي ده مسؤول او ينسب له هو كمان النجاح، تمام؟ وده بصراحة يعني سلوك الاجانب، اما احنا عندنا عنصرية شوية او دونية شوية في المراتب الوظيفية، فبنتمنى ان هي، ودي موديانا على فكرة في الوطن العربي في داهية يعني، تمام؟ ان الانسان يكون يعني ملتزم، في التزام يا جماعة، التزام بالسلوك العام بتاع الإنسان. الإنسان ينام بدري ويصحى بدري. في ناس بتضحك كتير على الكلام ده، هو بس صدقني أقدر أقول لسيادتك عم الحبيب، الراجل اللي يقعد للساعة 1 بالليل ولا الساعة 2 بالليل سهران ويصحى بعد الشمس دهوت على أساس إن هو يؤدي عمل ويقف على رجله طول النهار في العمل، صدقني ده بطيخ بلح، مش هيعمل اي حاجة خالص صدقني، تمام؟ فناخد بالنا من الحتة ده. من برضو بلاش النفاق يا جماعة، انا في مجال الزراعة شفت اللي محدش شافه، اللي جايب بتاع صينية بطاطس للمدير، واللي على اي حاجة المدير الفاشل المتخلف دايما يوصف بانه مدير مهزأ اللي بيسمح بالحاجات ده. هي واحد داخل واحد طلع عليه في المكتب يكذب على زميله بالحق وبالباطل، واخد طول حياته الخصم ده 5 ايام خصم 3، شفنا المناظر ديت والاشكال ديت وتعاملنا معاها كتير. اوعى تفتكر يا عم المهندس وصغير انت يلي بنأمل انك تبقى انسان كويس وانسان سوي فعلا، يعني ان الخصم ده ما تفك اخر حاجة تفكر فيها هو الخصم. في طريقة العامل واللي قال له منك في التدرج الوظيفي ممكن تتبعها معاه ويكون كويس، تمام؟ مش بتحط الخصم ده هو تسيف مسيف على رقاب العباد وعلى ارزاق الناس، لا انت ما بترزقش حد، ده ربنا اللي بيرزقك انت. وكان من مديرين كانوا عاملين فيها ان هم اللي هنا واللي هناك، والله واترموا من اصحاب الاموال رمية الكلاب في الشوارع، وشفنا الاشكال دي. فما فيش نفاق ولا الوصولية، ما تكدبش على زميلك عشان هتاخد لك يوم زيادة اجازة. على فكرة انا راجل بشوفه 20 سنة شغال في القصة دي، والاشكال كلها تقريبا يعرف معظم الشركات اشتغلت يعني، وشفت الاشكال دي كويس واشكال ضالة والله. فبلاش، خليك انسان كده لا نفاق. انا ما بحبش النفاق حتى على الواتس يا اخي، قل لي سلام عليكم، وعليكم السلام، انت فلان انا فلان عندي ايه عندك كذا، خلاص خلصت القصة يا اخي. وصلت الفرنسيون ما بيقولوش التحية في التليفون يا اخي علشان ناس عمليين،
يعني ما بيقولوش احنا لازم نعمل مقدمة، يا عم قول اللي عندك وعلى راسي من فوق، لو عندي الجواب هيجاوبهولك. انت كذلك مع المدير، مع الغفير، مع الجن الازرق، بشوف زي ما بتتعامل مع العامل اتعامل مع المدير بتاعك. ما فيش النفاق ولا فيه الوصولية ولا الكلام اللي خرب بالبيوت ده. الكلام ده وقف حال كل المؤسسات في الوطن العربي، والله والله وقف حالها بصراحة. لا طيب، نتكلم بقى عن الحاجات اللي حضرتك لازم تكون عارفها. اولا في الزراعة بقى، خلينا في الزراعة اللي هو احنا اتكلمنا في الشخصيات، وفي طبعا اقعد اتكلم للصبح، ما فيش اي مشكلة خالص. اهم شيء ما تاخدش صينية البطاطس دي عشان بتخنقني قوي، خانقاني قوي صينية البطاطس دي. التربة يا جماعة لازم حضرتك في المشروع بتاعك او في المكان اللي انت بتشتغل فيه عشان تبقى ناجح او تروح تشتغل كويس وتبقى انسان ليك قيمة، اعرف التربة، لان التربة دي الاساس يا جماعة. عندك التربة اللي عندك رملية مفككة، اذا فالتربة الرملية دي محتاجة ظروف، فيكون ايه؟ بتستهلك مية بسرعة، يعني عايزة برنامج ري معين، عايزة برنامج تسميد معين، لان بتغسل فيها العناصر الغذائية، بتسخن بسرعة، ولذلك المادة العضوية بتتأكسد وبتتاكل بسرعة فيها، يبقى عندك تنبيه. تمام. والله التربة ديت عندي فيها املاح، يبقى قبل ما نزرع لازم نغسل كويس الاملاح ده. هي لو ممكن نضيف حاجة للاملاح مثلا زي الجبس، او نضيف اي حاجة زي الموزلات بتاعت الملوحة، نعمل نشتغل فيها. الارض دي والله ارض الاول مرة تزرع، يعني ايه؟ يعني محتاجة مادة عضوية كتير لازم نحطها عشان المحصول ده مش هيشتغل بالرمل والحلاوة والمية، والا كانت كل الناس زرعت الصبح وخلاص. الحاجة دي تبقى عندك. تمام. عندي انا التربة دي كلسية، يعني فيها كربونات كالسيوم عالية، يعني المفروض برنامج تسميد معين، وبرنامج برضو الري بتاعها معين زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب الارض دي ملحية، الارض دي قلوية، يعني فيها الصوديوم عالي. طب الصوديوم ده عايزين نغسله، هنضيف ايه وبمعدل قد ايه؟ القصص دي لازم تكون موجودة عندك كمهندس. تمام. الطبوغرافيا بتاعت التربة دي مش مظبوطة، حتة عالية وحتة واطية. انا لما انا هاجي اروي، طب المية بتاعت البيفوت هتعمل لي ران اوف. طيب الناس اللي قبلنا قالوا الانحدار، مش الانحدار يكون بنسبة كام في المية مثلا من السنتر بتاع البيفوت للآخر، او في ان انا بروي مثلا بروي ري بالتنقيط، برضو المفروض البير يكون الضغط بتاعه قد ايه عشان نوصل للمكان العالي ده، او قبل ما ازرع خالص اسوي مش مشكلة. يعني الانسان يكون عنده دماغ شغال يا جماعة. البي اتش بتاع التربة على طول مسلم بيه في الوطن العربي ان هو عالي، هنتعامل معاه ازاي؟ المية بتاعتك انت اللي هم الاساس، تربة ومية، لو نجحوا الاتنين يبقى الباقي سهل جدا. انا بقول لك عندك تربة ومية كويسين، الباقي سهل. المية بتاعتي فيها املاح، طب الاملاح اللي فيها هل تنفع ان انا اروي بيها؟ طب ولو تنفع ان انا اروي بيها، هل تنفع لمحاصيل دون المحاصيل الاخرى؟ طيب انا لو عندي ميه الكواليتي بتاعها عامل ايه، والكوانتيتي الكميه بتاعتها قد ايه، هتكمل لي؟ هل هي اقتصاديه ان انا اشغل مثلا مولد واشغل مثلا بير والمولد شغال؟ تمام. المولد ده بيصرف مثلا سي من 25 ل 35 لتر سولار او ديزل في الساعه، هل ده فعلا اقتصادي مع ان انا ازرع بيفوتات على الارض ديت، وفي الاخر لو زرعت بطاطس او زرعت بنجر سكر او زرعت اعلاف، هل فعلا الدخل بتاعه فعلا هيغطي التكلفه ديت ولا مش هيغطي؟ كل الحاجات دهيت لازم تكون انت كمهندس تكون المفروض عارفها كويس جدا 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 وحافظها كمان. تمام. بعد كده يا جماعه لازم المهندس يكون عنده حتى لو بتاع فاكهه، حتى لو مهندس فاكهه لازم يكون عنده قشور. عن اولا يكون التخصص بتاعه دقيق جدا، بل الفاكهه النهارده في راجل بتاع متساقطة اوراق، في راجل بتاع مستديمه، في مهندس النهارده اسمه مهندس مانجا، في مهندس اسمه مهندس موز، في مهندس اسمه مهندس عنب، ده موجود، في مهندس ده مهندس بيوت محميه، في مهندس بطاطس النهارده، في حد بتاع بنجر سكر، في يعني شوف كل واحد بيبقى له تخصص. المفروض مجرد ما اسالك ما تفكرش في التخصص بتاعك، لو فكرت في التخصص من وجهه نظري انا المتواضعه كالعبد لله رجب الشبراوي، انا التخصص بتاعك ما فيش حاجه اسمها تفكر فيه. انا سالتك قلت لك صنف الخير ده يتزرع في في في, في كام دي لي 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 لي. على طول ما فيش تقف. المرض ده ايه؟ المفروض على طول.
الا اذا كانت حاجه مستحدثه جديده فبنعمل كونسولتو، زي الدكاتره البشريين ما بيعملوا كونسولتو على حاجه ما حدش عارفينها، وكل واحد بيقول رايه، وفي الاخر بنطلع بالراي الكويس. دي ما فيهاش حاجه خالص، تمام. اما في تخصصك، ندوه مبكره في البطاطس، ندوه متاخره، اصل عندي اللي عندي اعفان في الدرنات، اصل عندي كل ده المفروض حضرتك تكون حافظه. عندك بياض زغبي، عندك بياض دقيق، مجرد ما تبص وانت ماشي. الحلو بقى، الحلو عندي انك انت دايما لما تدخل لمكان وتدخل للمزرعه بتاعتك، اوعى اوعى الهالي حد من. فقال لك ان المدير، لما المدير الناجح بيقول لي المدير الناجح دايما لما يجي بيبص على الغلط، مش معنى ذلك ان هو يعني قاصد يبص على الغلط، ما عشان هو جايبنا اساسا عشان نعمل الصح، تمام. فدايما يخش يشوف الغلط ويبحث عن الغلط هو فيه، تمام. ده من صفات الراجل الناجح. مش معنى ذلك قلت ان هو يعني جاي يظلم الدنيا في وش الناس او يحبط المعنويات بتاعتهم، لا، بس ولكن هو عشان غايب عن المكان او بيجي له زيارات او لو حتى استشاري، الاستشاري ده المفروض جاي يبص على الغلط، لان المفروض ان هو جايب سيادتك وجايب الناس دي كلتها علشان نعمل الصح، تمام. بس ده اللي كنت ناوي أقوله. بشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمراض بتاعت النبات، يبقى المفروض الإنسان عارف ومحيط بالأمراض بتاعت النبات. ده اللي أنا زرعت النهاردة بتنجان، عارف هيجيله عنكبوت أحمر، وعارف هيجيله ممكن يجيله فيروس أو يجيله بياض دقيقي أو كده، وهكذا الفلفل، هكذا الخيار معروف في الوقت ده هو ممكن يجيله فيروسات، معروف ممكن يجيله مشاكل، في مشاكل الأرضية بتاعت الأعفان اللي ممكن تجيله، ممكن يجيله لفحة ساق صمغية، ممكن يجيله يعني أبقى كل نبات كده معروف. معروف الموز هيجيله تورد القمة اللي بسموه، ولا يجيله حتى لو أنت ما انتش، بس أنت درست الحاجات ديت والمفروض عارفها، هيجيله نيماتودة، هيجيله كده. العنب هيجيله بياض زغبي، والله كده يجيله بق دقيقي، هيجيله مشكله برضه في الـ في الـ في النماتودا، او طب في الحاله دهيت هنعمل ايه، نزرع على اصل ايه، الارض عند الملاحه يجي لها اصل ايه، الارض في النماتودا نجيب اصل ايه، وهكذا يا جماعه. برضه زرع شويه خوخ، معروف ان هيجي لهم ايه في الوقت ده وفي الوقت ده ايه، اقلم ازاي، يعني حاجات كلها المفروض المهندس الناجح بيكون عارفها، حتى لو مش متخصص عارف عنها قشور، بحيث ان هي تتعمل يعني بتبقى يعني قدامك، بتتعمل قدامك، بيبقى عندك لها فكره، يعني مش انك انت يعني اطرش في الزفه كده وخلاص. غير كده كمان يا جماعه، احنا دايما نقول ان الانسان يكون برضه محيط بعمليه الاسمده، عمليه الاسمده يا جماعه، يبقى عارف الاسمده ده هي ظروفها ايه، المصادر بتاعه السماد، مثلا النيتروجين في سلفات نشادر، في سلفات نشادر 26.6، في نترات نشادر، فيه يوريا 46، فيه حمض نتريك، الحاجات دي هي تبقى معروف اي مصدر فيهم اضيفه في اي مرحله، اضيفه في التجهيز، اضيفه في وقت التزهير، اضيفه في الاول، اضيفه في الاخر، يبقى الانسان مشغل دماغه. عندي والله الكالسيوم، في مصدر ايه كالسيوم، عندي كالسيوم سائل، طب انا عندي نترات كالسيوم احط قد ايه، الفكر ده تعالى على الفوسفور، عندي الدبو، عندي المبو، عندي السوبر فوسفات، وعندي القصص دي كلها، انه يتحط في الوقت ده وانه يتحط في الوقت ده، وعندي اليوريا فوسفيت تبع للفوسفات برضو، ابقى دماغي كده شغاله. تعالى على البوتاسيوم النهارده، عندي كلوريد بوتاسيوم ممتاز، ونبس البوتاسيوم فيه عاليه، بس مشكلته في ايه، الدليل الملحي بتاعه عالي ما ينفعش اتحط. طب عندي هيدروكسيد بوتاسيوم في 99، طب الدولة منعة ان انا مدخل نترات الكالسيوم البوتاسيوم، ونترات البوتاسيوم دي معروف ان هي سريعة في الامتصاص وبتدي، يبقى اجيب شوية حمض نتريك مع شوية هيدروكسيد واظبط الحال، اشوف المعادلة بتمشي ازاي، واعمل لي شوية كده اظبط بيهم. ده فكر المهندس يا جماعة، ده فكر. امال هو مهندس ازاي؟ ده مهندس لازم يكون في عملية الفكر ده هيا، وإلا هو يتساوى مع التاني. بالعكس، ان انت المفروض لو جنبك مزارع توعيه وتقول لي ده الصح وده الخطأ، تمام، مش المزارع اللي يعدل عليك، تمام.
التواضع اهم شيء وانت بتدي المعلومه، ما تعملش يعني نفسك انك انت خلاص وصلت للعالميه. يا عم والله العظيم كله هيروح في التراب، اهدى شويه بس، اهدى شويه واستغفر الله، كده هتلاقي نفسك زي الفل يعني. اهدى بس واقعد مع نفسك شويه، هتلاقي نفسك ايه، طبيعي خالص ماشي. لان في ناس كده، الجماعه اللي بيمشوا على ضوافرهم دول، واللي رابط لي شنطه في على وسطه كده وعامل نفسه فيها الكونتو دو مونتو كريستو ده، ولا اسمه اللي كنا بندرسه زمان ده، تمام. بس وسلامتكم يعني، لو عايزين نكمل قولوا لي، وانا اقعد من كتر التجربه وكتر المرار الواحد شافه مستعد اقول لكم للصبح والله على نماذج وامثال. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا.